هنا ياك بداتي خديت هذاك الكاوكاو ودرت واحد المعلقه ديال الزبده اللي عامره كيف ما كتشوف اختي، ودرت القرفه يعني واحد المعلقه، يعني هي اللي بقات عندي كيف ما كتشوفوا، بقات قياس الكبيدات. المهم واحد المعلقه ديال القرفه اللي مطحونه. هنا عندي ماء الزهر اللي غادي نجمع به الخليط، يعني كيف ما كتشوفوا هنا زدت واحد القرعه اخرى حيت هذيك بقات فيها صراحه غير شويه وصافي. وعندي كبيداتي الورقه يا اختي، الورقه ورق الفيدو اللي كناخذهم هنا من عند شناوه، كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كاينين الكبار الصغار متوسطين على حسب نتوما وباش بيتو تخدموا ولا اشنو بيتو ديروا. صافي كبيداتي من بعد ما كنخلط. المهم بنات اللي بغى يزيد الميستيكا او المسكره تيشدها هي تيطحنها مع مع شويه ديال السنيده وتطحنها في ماكينه وتيديرها. صافي الكبيدات درت هذاك ما زهر صافي اختي، وغادي ندلك نخلطها البنات حتى تشوفوا داك الخليط صافي ولا تيتكور لكم، يعني تيتجمع وصافي. الكبيدات صافي من بعد ما جمعت هذاك الخليط كيف ما كتشوفوا هنا تفرقعت لي الليقه بكثرت ما بقيت كنخلط بحال كندلك. الكبيدات صافي هنا غادي نبدا ندير الكويرات، يعني غندير هذه الكميه كامله بحال هكا. صافي كبيداتي وغادي نكورهم كاملين، وغادي نحط هذيك الكميه اللي عندي كامله هنا باش تجيني ساهله باش غادي نخدم بها. وصافي اختي نحطهم وصافي ونبدا هذيك الساعه كنعمر. صافي الكبيدات تشوفوا، المهم انا راه ما درتهم صغارين، يعني صغارين صغارين شويه. هنا شوفوا يعني الكميه اللي خرجت لي، تبارك الله راه خرج لي هاد الكيلو ديال الكاوكاو وخرج لي واحد الكميه غتشوفوها ان شاء الله في الاخر. هنا الكبيدات تشوفوا معايا الورقه هي هذه اللي خدمت بها ديال 40 ورقه، هنا قطعتها على ثلاثه. الصراحه كان هي قطعها على اربعه، ولكن قطعتها على ثلاثه وجوني كبارين وعاودت نقصت منهم عاوتاني واحد شويه شويه، ولكن في الاول كنت قطعتها على اربعه باش تجيني هي هذيك صراحه. المهم البنات صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نقطعها معاكم. ايوا خليكم معايا الكبيدات، كي قلت لكم من الاول كان نقطع على اربعه وانا قطعتها على انا جربت قلت غنقطع على اربعه ولكن جاوني صغارين بزاف وانا دايره دوك الكويرات كبار. من بعد قلت نقطع على ثلاثه، ومن قطعت على ثلاثه عاوتاني جاوني كبارين البنات ونقصت منهم. المهم كبيدات تشوفوا هي راه متلجه علاش انا كندير لها بحال هكا، حيت كنت انا درتها في الفريغو وتقديتهم وكنت عيانه شويه وما خدمتش بهم، خليتهم في الفريغو باش ما يخسروش ليا، وفعلا ما خسروش حيت هما البنات الا فتو تحليتو الباكيه بلا ما تعاودوا اختي تخليوها هكا وتردوها عريانه ولا هكا تيبس. الا شاط لكم من الباكيه عاوتاني غلفوه ورجعوه للفريغو جبدوها كما كانت، ولكن الا خليتوها غير الفوق وخليتوها داخلها البرد غتجبدوها يابسه وغادي تكسر لكم. ايوا صافي الكبيدات خليكم معايا. صافي الكبيدات هنا صافي كناخذ ديك الورقه وتنبقى تنسرح يعني واحد الكميه اللي غنخدم بها 3 4 بحال هكا شوفوا معايا. المهم انا قد هكا بغيتها في الاول، شوف قد هكا كي قلت لكم انا راه ما درتهم صغارين، يعني صغارين اختي شي حاجه بريستيج، انا اختي راه درتهم كبارين. المهم صافي الكبيدات ها انتم حطيتهم بحال هكا، خديت واحد الخليط بين الماء وشويه ديال الدقيق باش غادي يلصق. ايوا اختي وخديت هنا درت غتشوفوا معايا كيفاش حطيتهم، خديت هذاك الخليط دهنت شويه ديك الرويسات ولا كتخليو حتى الاخر وكدهنوا، يعني كيبقى داك الشيء كل واحد والطريقه ديالو. المهم انا غير نشارك معكم الطريقه ديالي،
رغم انني اختي مريضه وعيانه، ولكن واخا هكا قلت ضروري نشارك مع البنات حتى انا الطريقه ديالي. يعني كل واحد طريقته، غير المهم كيختلف داكشي. المهم شوفوا معايا البنات، صافي خديت اختي ديك الكويره وبقيت يا اختي يمين يسار يمين يسار. صافي ومشيت اختي، ملي كيبقى لك واحد شويه الا بقى لك هكا عوج ولا ما زوينش كتقطعي بالمقص، بقى لك مقاد بحال هكا اختي، راه كتلصقي بداك العجينه وكتخليه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنبقى على الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي. المهم الكبيدات هنا اختي غادي نبداو كنقليو. شوفوا خليكم معايا اختي، هنا الزبيده راه سخنات ها انتم ويا الكبيدات. شوفوا عرفتي بقيت جمعتهم، كملت جمعتهم اختي تكلمش شوفوا الا. المهم هنا كبيداتي صافي نبداو تنقليو فيهم صافي. المهم خرجت واحد الكميه تبارك الله انتم معايا. المهم ما وريتهاش لكم، ولكن هانتوما كتشوفوا فيها كتقلي. هانتوما شوفوا تبارك الله واحد الصينيه قطع قداش. ايوا المهم كبيداتي هانتوما اختي، العسل وجدتو نيشان من المقلى للعسل. صافي المهم هاهما تيطيبو، غير يطيبو وانا معاكم. هنا وجدت العسيله هادي صافي، غادي نحطها حداكم باش تشوفوها. صافي الكبيدات صافي، عسيلة يا اختي بسم الله. شوف اختي شوفي، عسيلة 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 ها انتوما شوفي 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 اختي كي دايره العسيلة. صافي المهم من بعد الطيب وعاد نرجع لكم. هنا بدا اختي شوفوا معايا صافي، هادو الكلولين طابو صافي، نبداو كنقلبو فيهم صافي. غير شوفوا المهم راه دغيا فيك تحرقوا، ردوا معاهم البال. نبداو كيطيبو تما الفوق يعني غير واحد القليبة ونحيدهم صافي. المهم غنحيدهم دابا، يبداو يطابو كيف ما شفتو عرفتي. هنا ديك الكميلة اختي ها هي ديال العسيلة، غادي نوريها لكم هاديك الساعة صافي اختي. غير يتحمر هاديك كيفما تشوف، غير يبدا اللي طابت صافي نبدا اختي كنحيدها باش يطاب البنات هاذي. هانتي الكبيده هانت اختي، هانت يا كبيدتي هانت شوفي معايا صافي اختي. هني شوف العسيله هانت كبيدتي هانت شوفي الريوات اختي، نيشان اختي في هذيك العسيله خصهم يتخمروا ليا تما صافي. صافي هنا كبيدات عاوتاني ندير غنزيد صافي. المهم البنات هما راه تيبغيو يتخمروا، يعني كيبغيو يبقاو في العسل حتى كيشربوا باش يجيوكم معلكين، يعني خليو واحد المده طويله. ايوا كاين بنادم الا دارهم عاود بالليل راه تيخليهم، متخافوش عليهم صافي.
شفتي هكا صافي الكبيدات. صافي المهم كبيداتي ها نتوما شفت معكم الطريقه. صافي ها هما كيف ما كتشوفوا، انا غندور لكم باش تشوفوهم. صافي نحيد هذه غندير واحد سميتو ديال باش نضبطها. بشويه شوفوا معي غير بشويه، شو العسيله شوف اختي واش اش كتبان لكم. المهم هي هذه صافي اختي، وهنا نبقى اختي كنحط 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 هما تيتخمروا حتى ندير الكميه كاملها اختي، ونخليهم حتى كي قلت لكم حتى يشربوا لي ديك العسيله عاد غادي نحيدها. المهم انا ما نخليهمش يباتوا، بس غادي نخليهم الوقت الكافي اختي بارك. انا نوريهم لكم انت اختي، شوفي شوفي معايا شتي شتي العسيله كبيده شتي كبيده، شوفي معايا اه ما اختي غارقين في هاد العسيله. شوفي معايا العسل البنات، شوفوا معايا العسل انا كنسبق لي وحطيته لكم، شوفوا معايا تبارك الله. شوف انا نوريه لكم عاوتاني، شوفوا معايا تبارك الله. صافي الكبيدات، المهم حتى نكمل كلشي ونرجع لكم الكبيدات. صافي هنا من بعد ما كملتهم كتخليهم يباتوا ولا كتخليهم واحد 4 سوايع على الاقل كيتشربوا داك العسل وكيتعلكوا من الداخل. البنات راه كيجيو واعرين، انا غنفتحهم لكم من الداخل باش تشوفوهم. طريقه لي سهله مهله اقتصاديه اختي وما فيها حتى شي تعقيدات، تقدروا اي واحد يديرها في الدار ديالو وبصحة والراحة، وان شاء الله تجربوها وينال الاعجاب ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا غنوريها لكم حتى من الداخل، عرفتي البنات راه معلكين 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 عرفتي واعرين شاربين ديك العسيله من داك الشيء الكبيدات، وبصحة والراحة.